سأل رجل حاتم الطائي وقال: يا حاتم، هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلام يتيم من طي، نزلت بفنائه وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبح وأصلح من لحمه وقدمه لي، وكان فيما قدم إلي الدماغ فتناولت منه فاستطبته، فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي أي الغلام وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته فإذا بدم عظيم، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره، فقلت له: ولما فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل به، إن ذلك لأمر مشين عند العرب. فقال: يا حاتم، وبما عوضته؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل: يا حاتم، أنت إذن أكرم منه؟ قال: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملكه وأنا جدت بقليل من كثير. مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. وأي وطن؟ التسامح في قبلة العالم للتسامح، التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة هو وطن، وطن يضيء للعالم ويسلط الضوء على مفاهيم وقيم التسامح في عام التسامح. ونحن معكم في شهر التسامح، في شهر رمضان، في شهر الخير والمحبة والسلام. مشاهدينا في كل مكان، بنتكلم عن التسامح وقيم التسامح، والسعادة في العطاء هي أيضا من قيم التسامح. يسعدنا مشاهدينا أن يكون معنا اليوم ضيف عزيز من هيئة تقدم المساعدات بشكل مؤثر في المجتمع، سواء محليا أو عالميا، لها مشاريع في أنحاء العالم تقدم الخير بأروع صوره مع هيئة الأعمال الخيرية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم السيد طلحة محمد إبراهيم، رئيس قسم المشاريع الخيرية. أهلا ومرحبا بحضرتك. حياك الله. في البداية سيد طلحة، نحب أن نتحدث مع المشاهدين حول الهيئة بشكل عام. في البداية نعرف المشاهدين بهيئة الأعمال الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على الاستضافة. بخصوص هيئة الأعمال الخيرية، هيئة الأعمال الخيرية من أقدم الهيئات الموجودة في دولة الإمارات. طبعا تأسست 1984، مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وعنده فروع خارجية. نعم. حوالي 16 فرع عندها ما شاء الله خارج الدولة. طبعا هذه الفروع تابعة لها، وهي تشرف على أعمالها في كل هذه الدول، طبعا تشمل الدول العربية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي آسيا وأيضا في القارة الأوروبية. جميل. يعني الأعمال كثيرة والدول كثيرة، والتعاون أيضا خارج الدولة بشكل كبير، داخل وخارج الدولة. وإحنا كهيئة الأعمال الخيرية نركز في 4 مجالات رئيسية، اللي هي التنمية الاجتماعية والتنمية التعليمية والتنمية الصحية، وأيضا إحنا نساهم في أعمال الإغاثة، برامج الإغاثة العاجلة. نعم. لحالات الكوارث والحروب. التنمية الاجتماعية تشمل التنمية المستدامة والأسر المنتجة وغير كذا من المشاريع. نعم، التنمية الاجتماعية نركز فيها في الغالب على الأسر، كيف ننمي المهارات لدى الأسر، خاصة تعرف أنت المرأة هي العنصر أو الحلقة الأضعف في المجتمع، دائما تحتاج الدعم لأسباب كثيرة خاصة في الدول النامية، فنحاول ندعمها بمشاريع إنتاجية تعتمد على نفسها من خلال هذا المشروع. وما شاء الله لقينا في مشاريع كثيرة أن المرأة هي نفسها صارت تعيل الأسرة بكبرها، يعني بسبب مشروع صغير. إذا تدربت بشكل جيد وتم إتاحة فرصة أن يقام لها مشروع بشكل متميز، يعني أصبحت مرأة منتجة. حتى المشاريع لو نأخذ مثال، يعني مجرد نعطيها بقرة أو بقرتين أو خروف أو خروفين، رجالها بعد سنتين تحصل عندها قطيع ما شاء الله. ما شاء الله، من كثر طبعا ما اهتمت بالأغنام اللي عندها والرؤوس اللي عندها. وبعدين هي أصلا تبدأ التاجر بالمنتجات، سواء مشتقات الحليب، الألبان، الأجبان، وهذه فهي غنية عن أشياء كثيرة. يعني احنا حتى عندنا أمثلة في نساء الحمد لله في دول كثيرة صاروا يعني متبرعات، هم يتبرعون بجوائز وهدايا لأبناء أسر فقيرة ثانية، يشجعون على التعليم. تأخذ مساعدة أصبحت بعد ذلك أيضا. نعم. متبرعة ومحسنة. فهذا الشيء يعني جدا، يعني احنا نحبذ حتى المحسنين يتوجهون لمشاريع بهذا الشكل. جميل. وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في المثال الرائع اللي أنا بتحدث فيه مع الرجل السائل، فلما قال له: ائتني بقدوم أو ائتني بما عندك من البيت، وأعطاه قدوم وقال: احتطب ولا أرنك إلا بعد 15 يوما. فكان المثال رائع في الغنى بهذه المهارة والعمل حسب مقتضيات المجتمع.
أستاذ طلحة، في رمضان دائما الناس تحب قبل الإفطار الحديث عن إفطار الصائم. نعم. هذا المشروع يعني المشروع المحبب للقلوب، سواء للمساهمة أو حتى لمعرفة ما يحدث في كل إمارة من إمارات الدولة أو حتى خارج الدولة من إفطار الصائم. مشروع إفطار الصائم في الهيئة مشروع متميز، كيف وصلت الأرقام معكم في هذا المشروع المتميز؟ الحمد لله كعادتنا السنوية إحنا ننفذ مشروع إفطار صائم داخل الدولة وخارج الدولة. في داخل الدولة إحنا عندنا حوالي 33 خيمة منتشرة في أكثر من إمارة، وكل يوم إحنا نفطر تقريبا 6000 صائم يوميا. وأيضا في عنا حتى تعرف أنت أوقات الفطور الناس يكون مسرعين يبون يوصلون للبيوت، فحتى نخفف عليهم ونخفف من أي حوادث لا سمح الله، فقمنا نوزع إفطارات كوجبات على الأشارة المرورية. نعم جميل. على التقاطعات يعني تقريبا 800 وجبة يوميا نوزع عليهم. هذه على الإشارات المرور للمسرعين ساعة الإفطار. نعم 800 إلى 1000 وجبة يوميا. إلى 1000 وجبة. لعلنا رأينا يعني بعض الصور موجودة في الأخبار لسعادة المدير التنفيذي للهيئة وهو يوزع بنفسه بعض الوجبات مع بعض المتطوعين للهيئة. نعم. هو ميزة هذا المشروع أن الحرص على تنفيذ هذا المشروع من رأس الهرم اللي هي سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس الأمناء، وبنفسه أشرف على المشروع من البداية، كذلك الدكتور خالد الخاجة. نعم. المدير التنفيذي أشرف بنفسه وشارك في التوزيع، وكادر كبير من الموظفين والمتطوعين يشتغلون في هذا المشروع. سعادة في توزيع إفطار الصائم على المارة أو على يعني ركاب السيارات وهم في طريقهم ساعة الإفطار. لو رجعت للصور بتشوف ما شاء الله الناس كيف يعني تكون فرحانة بهالوجبة، مش في قيمتها هي لكن يعني أيوة كنوع من المجتمع والمحبة كمشاركة. نعم. كعمل مجتمعي، ففي نوع من التآلف، سواء هذا الطفل اللي متطوع عشان يقدم هذه الوجبة، سواء هذا الشخص اللي جهز الوجبة، سواء الشخص اللي استقبله، إدارات أخرى مجتمعية مثل الشرطة، كلهم يعني يتعاونون في إنجاز هذا المشروع. في أماكن كثيرة نرى خيام إفطار لهيئة الأعمال الخيرية وغالبها تمتاز بما شاء الله الحجم الكبير. نعم. فلماذا دائما أحجام الخيام عندكم كبيرة؟ حنا طال عمرك في الخيمة الرمضانية نركز على المواقع اللي فيها كثافة سكانية، وما شاء الله الخيام موجودة على أهم المناطق الحيوية في الإمارة. نعم. فلذلك نشهد كثافة على الإقبال على الخيام. جميل. نوجه سؤال لمشاهدينا في حلقتنا اليوم، وبنقول لكل المشاهدين سؤالنا النهاردة: اذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم فيه بأن الصدقة لا تنقص المال. اذكر حديثا يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص من مال أو لا تنقص من مال، ما هو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فيه؟ السؤال سهل جدا مشاهدينا، والجوائز اليوم قيمة جدا، معنا 500 درهم نقدا، وأيضا معنا جهاز تابلت جوائز لمشاهدينا اللي هتصلوا بنا على رقم التليفون، إن شاء الله نأخذ إجاباتكم بعد قليل. السؤال يظهر أمامكم مشاهدينا على الشاشة، حضروا الإجابة واتصلوا بنا بعد قليل. نعود للأستاذ طلحة محمد إبراهيم وبنكمل معاك اليوم عن هذا الأمر وهو خاص بإفطار الصائم. تنوع الجنسيات وتنوع المفطرين داخل الخيام أيضا يعطي صورة عن التسامح داخل دولة الإمارات العربية. هذا التنوع احنا لاحظنا فيه طبعا من بداية المشروع، نلاقي الإقبال من الجنسيات المختلفة. طبعا هذا طبعا ينم عن يعني سماحة البلد وترحب بكل الجنسيات، فتلاقي ناس آسيويين موجودين، ناس عرب موجودين، كل الجنسيات كل موجودة، الجنسيات كل الأعراق وكل الأعراق، وكلهم يقبلون صورة رائعة، ويأكلون ويضحكون ويتسامرون مع بعض بكل أريحية. جميل. ما أدري الابتسامة الجميلة. نذهب لفاصل ونعود مرة أخرى مشاهدينا في كل مكان، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السعادة في العطاء
والسعادة في التسامح كلاهما وجهين لعملة واحدة. العطاء والمحبة والخير والتعايش هي من قيم المجتمع الأصيل، والإمارات هو وطن التسامح. مشاهدينا بنذكر بسؤال حلقتنا النهاردة، وهو اذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيه أنه لا ينقص مال من صدقة. حديث يحدثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيه أن الصدقة لا تنقص المال أو لا ينقص المال من صدقة، اذكر ذلك الحديث. بنعود لضيفنا وبنكمل معاه مشروع من أهم مشاريع أو المشاريع اللي بتمس القلوب، هو مشروع الأبار في الدول اللي عندها جفاف أو مجاعة، وإحنا بنشعر بالعطش في رمضان الوقت طويل حتى الإفطار، لكن في ناس ما عندهم مية على مدار العام. كيف تقيم الهيئة هذا المشروع الرائد؟ هذا المشروع بخصوص مشروع الآبار، إحنا لو جينا نلاحظ الحاجة اللي موجودة لدى الناس نلاقيه أكثر شيء في دول أفريقية بسبب عدم وجود المياه، نقص المياه اليوم حتى بشكل عام في دول العالم في بحدود 800 مليون شخص ما يحصلون على مياه الصالحة للشرب. فالهيئة طبعا ركزت أعمالها في قطاع المياه، احنا نحاول نوفر مصادر للمياه النظيفة مش كماء فقط، ولكن مصدر الماء سواء آبار سطحية أو آبار توازية. هذه المشاريع مهمة جدا، تحيي قرى كاملة، تحيي يعني آلاف البشر. يعني مثلا قبل شهر دشنا بير ارتوازي تقريبا، فهذا البير ارتوازي يخدم حوالي 5000 نسمة، والآن أمس فقط في دارفور أنجزنا 10 آبار زراعية ما شاء الله، ساعدت على رجوع النازحين ورجعوا وبدوا يعملون في الزراعة بسبب هذه الآبار. لكن تتخيل كم الفائدة المرجوة من هذه، وكم الأثر اللي تترك هذه الآبار على حياة الناس، مو فقط إن بس هم يشربون الماء ولكن يختاتون ويعيشون عليه، لأن يستفيدون حياة. من هذه حياة كاملة. جعلنا من الماء كل شيء حي، فهو تقام حوله حياة. نعم. اللي ما عنده المبلغ اللي يقدر به يتبرع ببير ارتوازي بيصل إلى 500,000 درهم، أو يتبرع حتى ببير عادي ببعض الألاف من الدراهم، كيف يقدر يساهم في هذا المشروع؟ والله هذا سؤال جميل أخي. إحنا لاحظنا كثير من الناس حابين يدعمون هذا المشروع، فلذلك هذه السنة أطلقنا مبادرة سميناها 30 درهم شهريا 100 بير سنويا. فالكل طبعا شهريا ممكن يساهم بمبلغ مثل 30 درهم. هذه المبالغ احنا من كافة المحسنين نجمعها شهريا ونبدأ نحفر فيها آبار. تقريبا احنا متوقعين خلال سنة ان شاء الله بنحفر 100 بير، وتخيل يعني مش اقل من 10,000 شخص بيستفيدون من هذا المشروع. نعم ان شاء الله. جميل، ايضا البساطه في المشروع والاثر الكبير للمجتمع. ناخذ بعض الاتصالات ونعود نكمل مع حضرتك المشاريع المتميزه في هيئه الاعمال الخيريه. معانا اتصالات، ولاء من عجمان. اهلا ومرحبا يا ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ولاء، كيف الحال؟ الحمد لله الله يحييك. اكيد بتتبرعوا في هيئه الاعمال الخيريه. والله في اللي هي صناديق الموجوده في كل مكان، في المولات وفي السوبرماركات يعني، فدائما جميل جميل. حتى زكاة الفطر وغيرها من المشاريع. إجابة السؤال يا ولاء تفضلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. نشكرك يا ولاء على هذا الكلام وعلى هذا الحديث الكامل اللي كل معنيه التسامح من العطاء والعفو والمحبة والتعايش. معنا وليد من وليد. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا وليد. الله يحييك. عارف اجابه السؤال؟ عارف. تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. نشكرك يا وليد على المشاركة، والحديث بيحوي معاني العطاء والعفو والتواضع، كلها معاني في التسامح والمحبة. ومعنا إياد من أبو ظبي. السلام عليكم إياد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إياد، تفضل. معك إياد من أبو ظبي. أهلا وسهلا أستاذ إياد. السؤال بيتكلم عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
نشكرك يا إياد على المشاركة معنا وعلى هذا الحديث. ومعنا جمعة من الشارقة، أهلا ومرحبا يا جمعة، تفضل. السلام عليكم. أهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. كيف حالك يا جمعة؟ والله الحمد لله تمام. كيف رمضان والصيام والإفطار والخيام و... والله الحمد لله أخير إن شاء الله. إجابة السؤال هي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نشكرك يا جمعة على المشاركة معنا وعلى الإجابة. ومعنا اتصال عبد القادر من الفجيرة، أهلا وسهلا يا عبد القادر، تفضل. يا مرحبا، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. إجابة السؤال سيد عبد القادر، تفضل. اللي هو حديث النبوي اللي يقول عن أبي هريرة. نعم، اللي هو الحديث النبوي أسمعك اللي تفضل. يقول: ما نقص صدقة مال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما تواضع أحد أهل رضاه. نشكرك يا عبد القادر على الإجابة وعلى المشاركة، وبنشكر كل اللي شاركونا إلى الآن، وبننتظر أيضا إجابات باقي المشاهدين معنا. بنعود إلى السيد طلحة محمد إبراهيم، رئيس قسم المشاريع بهيئة الأعمال الخيرية، وبننتقل لمشروع رائد آخر من المشاريع التمويل في الهيئة، وهو مشروع بناء المساجد. المساجد في رمضان ما شاء الله كلها عامرة بعمار المساجد والصلوات والتراويح. في بلاد كثير ما عندهاش مساجد الناس تصلي فيها، يصلوا في العراء. كيف تصل الهيئة إلى هؤلاء؟ طبعا من خلال الزيارات الميدانيه الهيئه ووفود الهيئه اللي راحت، لاحظنا ان مناطق كثيره ما فيها مساجد وفيها فقر. فاللي تفاجأنا منه ان الناس هذيل بدل ما يطلبون الاكل والشرب والملبس، قاموا يطلبون منا اول شيء المساجد. فهذا الشيء كان جدا مؤثر. قبل الاكل والشرب؟ قبل الاكل والشرب، وهم في فقر شديد. وهم في فقر شديد مدقع جدا، يعني لو اقول لك يعني في قرى حتى الاطفال ما عندهم ملابس يلبسونه. فلما نيجي نسلم شو محتاجين اكثر شيء، او شو محتاجين اول شيء، يقولون محتاجين اول شيء تبنون له مسجد. فيعني هذا الشيء اثر فينا احنا لكن ايضا بناء المساجد مكلف. اللي ما عنده قدره يبني مسجد ب 32 الف درهم او 34 الف درهم كبدايه، هو احنا نعم ابتداء من 32 الف درهم، لكن كثير من الناس حابين يساهمون في مساهمات بسيطه. فاحنا اطلقنا مبادره ايضا هذه السنه اللي هي مبادره 100 درهم شهريا 100 مسجد سنويا، من خلال نجمع مساهمات المحسنين. 100 درهم شهريا؟ 100 درهم يعني شخص شهرياً. يتبرع ب 100 درهم شهريا؟ نعم. الهيئة تبني 100 مسجد سنويا. 100 سنويا له وللي ساهموا في هذا المشروع. جميل. وطبعا هذا، لكن تتخيل ان هذا الاجر لو الانسان سواء سواه لنفسه او لمحبينه، سواء والديه احياء او اموات، فكم من اجر بيوصلهم اياه باذن الله تعالى. والأجر دائم إن شاء الله، تعرف فضل بناء المساجد، كأن الإنسان قاعد يبني بيت في الجنة. جميل. فهذا المشروع نتوقع له أثر كبير حتى في المجتمعات اللي بنبني فيها المساجد. نعم، لأن ينتظرون فعلا أماكن لائقة. إذا حبينا نقول للمشاهدين رقم الاتصال المجاني للتواصل مع الهيئة، هل تتذكر رقم 800-5666 أعتقد؟ نعم، 800-5-36 هذا رقم التواصل مع الهيئة. نعم نعم. إذا مشاهدينا الكرام، رقم التواصل مع هيئة الأعمال الخيرية للتبرع لهذه المشاريع، بار أو مساجد أو خيام الإفطار، 800-5-6-6-6 800-5-6-6-6 هذا الرقم هو الرقم المجاني للتواصل مع هيئة الأعمال الخيرية. وبناخد اتصالاتكم، آخر اتصالات معنا في حلقتنا اليوم. مشاهدينا فاطمة من الفجيرة، أهلا ومرحبا يا فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال يا فاطمة هي عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عز، وما تواضع أحدا لله إلا رفعه الله إلا رفعه الله. نشكرك يا فاطمة على المشاركة، وبنقول أن الحديث أيضا في قيم عظيمة بخلاف الصدقة. معنا ابتهال من العين، أهلا مرحبا يا ابتهال، تفضلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نشكرك يا ابتهال على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال. وبنذكر المشاهدين وبنقول إن الجوائز اليوم 500 درهم نقدا والجهاز تابلت. وبنرجع لضيفنا وبنقول شهاد رسالة للمشاهدين حول مشاريع الهيئة، وأنت رئيس المشاريع في الهيئة،
للمشاركة في أعمال خير في رمضان، ماذا تقول؟ أنا طبعا أوصي الناس أولا أن يساهمون دائما في المشاريع اللي يعود فائدتها للناس، للمنفعة للآخرين، نعم، ويكون أثرها مستدام، مثل ما ذكرنا مشاريع مثل المياه لأنها تحيي قرى ومدن، مشاريع الأسر المنتجة، مشاريع بناء الإنسان اللي إحنا ممكن نسميه بناء الإنسان، وهي مثل جميل. كفالة الأيتام، هذه إحنا قاعد نساعد الناس في بناء هذه الشخصية مستقبلا، بتشوف شخصية إن شاء الله كاملة مفيدة. وإحنا عندنا أمثلة كثيرة إن كافلين أيتام اليوم صاروا دكاترة ويخدمون أيتام آخرين يعالجونهم، وهذه إحنا شاهدنا يعني في مناطق عملنا. جميل. أحد مظاهر التنمية المستدامة هو التعليم، والتعليم يأتي من كفالة الأيتام، لأنه لو ما كفلوا أحد أين يتعلم. بنشكرك ونذهب لفاصل وبنرجع نكمل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، وفي الفصل الأخير دايما بنعرف مين فاز معنا بجوائز اليوم، ومعنا اليوم جائزتين وبنجري السحب. تفضل سيد طلحة، تعرف مين فاز معنا اليوم ب 500 درهم نقدا؟ اختار لنا الفائز. تفضل الفائز إياد محمد سالم من أبو ظبي. إياد محمد سالم من أبو ظبي، ألف مبروك. الجائزة هي عبارة عن 500 درهم نقدا، ألف مبروك يا إياد. جاهز التابلت من سعيد الحظ؟ تفضل. إن شاء الله سيد طلحة سهل بياخد أول اسم. فاطمة عمار من الفجيرة، ألف مبروك يا فاطمة. فاطمة عمار فازت معنا بالجهاز تابلت، ألف مبروك الجائزة. نشكرك شكرا جزيلا على المشاريع القيمة اللي بتقدمها هيئة الأعمال الخيرية، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. نترككم مع هذا الدعاء، وإلى وعد يتجدد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني